ربط قص ربط قص ربط قص. نزلت نزلت ما نزلتش اخس. مش فاضل الالفاظ والتستيكر ارت. ما ينفعش حاجه منهم تتشال. اضحي بمين؟ لازم هضحي بحاجه عشان تنزل. نضحي بالفاز طبعا. بنضحي بالتستيكر ارت. انا معلمك حاجه. فكروا اكس طبعا. اللي ضحى بالفاز ده نكته. هو انا منزلها عشان يتكلم. فرقاطع الفاز. انا رايي انا رايي. طلعوا بقى بره كده يسقي الزرع. ازاي تقطع الفاز؟ انت مجنون. انت مجنون. في حد يقطع الفاز؟ امال التستس يا دكتور هتاكل منين؟ هتاكل من الارتري وبزفاز. هو الفاز عليه ارتري؟ اه. وانا ما اعرفش. وانت عارف حاجه اصلا؟ طب والارتري وبزفاز ده اناف؟ اه. بأمرت ايه؟ احنا عملناها. برافو عليكم. ايوه كده. هو اناف؟ اه اناف. بأمرت ايه ان احنا عملناها؟ يعني التستيكا ارتري ده ممكن اربطه واقصه؟ اه يا سربرايز. وانزل التستس على بيدي كده. فيسرال فلاب. فلابه. عارفين الفلاب اللي خدناه في التجميل؟ بس فيسرال فلابه على بيدي كده. في الفاز والارتري اوف ذا فاز. بس اتز اناف. فاهمين يا رد؟ طب انا ايه؟ انت ابني وانا عايز اسقطك ولقيتك مذاكر. فالواد ده قاعد بقى يقول لي وايه واعمل ديسكشن وانزل التستس على بيدي كده. في الباز والارتر والزفاز. هقول له يعني تقطع التستس على الارتر؟ يقول لي اه. اقول له الارتر والزفاز نف. يقول لي طبعا حضرتك مكتوبه. فطالما مكتوبه يبقى لقوها نف. يعني هم لقوها مش نف وعملوها ليه؟ عشان خاطر يسقطوني. اكيد مكتوبه يعني بقى نف. اه الواد ده رقم. قال لك ما وصلتش برضه. سيبه؟ طبطب عليه. قول له الارتر والزفاز جاي منين؟ صفر. روح عليه. صيغ ليه؟ رحت على البيزكس. طب هو السؤال صعب؟ سلاوي. وانا محفظه لكم؟ اه. يلا قولوا لي جاي منين؟ من طلع ايدك اشمعنى؟ بس خلق الله الانترنت اليك ارتري عشان يدي الحوض والعفشه والعجل. السؤال الاولاني. هو الستات عندها عفشه في الحوض؟ اه. اللي هو ايه؟ يطرس وانابيب وفاجاينا. بياخدوا بلاد سبلاي منين؟ من الترين ارت. اللي هو جاي من ايه؟ اللي طب والرجاله عندها عفشه في الحوض؟ اه. بروستاتا وسيمينال فيسكل وفا. بياخدوا منين؟ من انفيرو فازايكال ارت. سموه انفيرو فازايكال ليه؟ عشان ماشي تحت الرئه بلدها. طب وليه ما سموهش تراين؟ يبقى الراجل اسمه تراين ارت. يعني الراجل عنده شرايين زي الست؟ ايوه. الراجل عنده دم زي الست بالظبط. هو مين اللي قال ان الستات بس اللي عندها دم؟ والرجال عندها دم. بس هو الارتري بتاع الستات احنا سميناه، احنا اللي سميناه يوتراين. وبعدين جه سمى الشريان يوتراين في الرجاله لقيناها عيبه. فاحنا مسمينه ايه؟ فيروفازايكل. عشان كده طالب هناك برنس جامد جامد. تقول له اليوترس بياخد منين؟ تقول له يقول لك من اليوتراين ارتري. اللي جه منين؟ يقول لك من انترنا ايديا. تقول له ليه؟ يقول لك خلق الله الانترنا ايديا كارتري عشان يدي الحوض والعفشه والعتبه، تامولات الهيه. اقول لك طب الراجل الشريان بتاعه اسمه ايه؟ تقول لي انفيرو فازايتر. اقول لك ليه؟ تقول له ماشي تحت رقبه بلدك. اما اقول لك وليه ما سموش تراين؟ تضحك. طب والارتري ده هيدي ايه؟ السيمينال فيسكل والبروستاتا والفاز. اشمعنى؟ ما هو هو دي العفشه بتاعت الرجاله. يعني قعدتوا بيتفهموا ولا اه بيتفهموا؟ انتم اللي بيزكس مش ماشي كده زي اهبل كده في الشارع. لا لا انتم اللي بيزكس طبعا. واضحه لا؟ السؤال الجاي. طب انت لازم تجاوب على كل حاجه؟ لا. انا مسؤول عن تعي احلامه؟ لا طبعا. واحد بيحلم بحاجه هو حر. السؤال الجاي انتوا فاهميني؟ اه. كويس. يعني احنا هنسلك الكورد وننزل التستس. طب بص يا ولاد بعد ما التست تنزل هثبته. بص يا ولاد هثبتها ازاي؟ يا دكاتره يا دكتوره هنثبت التست. بص يا ولاد هنثبتها ازاي؟ بقوم عامل واو في السكروتم كده من جوه.
وقام حاطط التستس في الواو. يوم الواو تهيل بايه؟ فتمسك في التستس. السؤال الجاي، هو مين اللي عمل الواو؟ انا الجراح عملت الواو في السكروتم. طب ليه بيسموها دارتوس باوش؟ سواء السكروتم فيها عضلات اسمها دارتوس ماسلز اللي بتخليها مكرمشه في البال، فانا ما بشرح فيها كده بقى بشرح في الدارتوس ماسلز. السؤال الجاي، طب الفايبرز تيشو دي هتمسك في التستس؟ ليه؟ انا حاطط التستس فيه. طب يا دكتور الفايبرز تيشو دي مش هتضغط على التستس؟ لا، يعني هتكبر التستس هتعرف تكبر؟ ايوه. وانت لو عملت ازاي ده الطفل؟ الجرح بيهيل بفايبروزيس، ما ينفعش الطفل يكبر كده. تقول له مالك؟ يقول لك عملوا لي ازاي ده وانا صغير. هو بيكبر على بعضه يعني. الفايبرز تيشو مش هتمنع نمو التستس؟ لا. وبتعور التستس يا السكروتم يا دكتور؟ بتعور التستس يا دكتور؟ انا قلت بعور السكروتم. فايبروزيس. انا متضايق. انا سؤالي انت فاهم؟ خلاص، انا مش وظيفتي اسعادك، انا وظيفتي افهمك. طيب طيب يا سيدي، مين اللي عمل العمليه الفظيعه دي يا دكتور اللي بيضايقني؟ واحد ايطالي اسمه دونيتو. ما هو اسمه بيضايق، اسمه كمان بيضايق. العمليه اسمها دارتوس باوش. طب كان زمان بيعملوا ايه قبل دينيتو؟ ده علمكم دينيتو، ده دينيتو ده الحلو. شوفوا ده، شوفوا ده فين دينيتو. كان في واحد اسمه بيدار، كان بيثبت التستس ازاي يا ولاد؟ بياخد غرزه بين الفخذ والسكروتم والتستس. هقول لك كده، التستس مسكت في الفخذ، السكروتم لا يمكن تطلع تاني، لا يمكن تطلع تروح فين. انا بقى ايه مش فاهم، العين ساعتها كان بيمشي. طبعا التراكشن على التستس حاجه يعني مش حلوه، شكاب بيفهم ميسو طريقة السوتشر دي بطلوبة. كلنا بنستخدم طريقة مين؟ دينيتو اللي هي دارتوس ايه؟ باوش. بصوا على هذه العملية خطوتين، الونجيشن وفكسيشن. الفكسيشن يسموها اوركو بيكسي. سؤال اولاني، يعني ايه بيكسي بلاتيني؟ يثبت اوركي تستس. اوركي بيكسي تثبيت التستس، وكأن العملية خطوتين يا ولاد. ايه الونجيشن وفكسيشن؟ وكأن العملية خطوتين، إيلونجيشن وفكسيشن. السؤال الجاي، حاليا يا دكتور وحاجة عندي اسمها تو ستيج اوبريشن مشطوب. في بقى عندك اسمه تو ستيج اوبريشن مشطوب. السؤال الجاي، بصوا دي يا ولاد، اللي جايه بقى ايه فيها تجميل شويه. و مش هديك الرقص يا دكتور. لا لا لا، الناس هتركز معايا ان شاء الله. وصلات يا ولد، انت مش خدت منه مفتاح العربيه؟ قال له هات مفتاح العربيه. طلع له مفتاح العربيه، وقف يكلمه تاني. ايه يقلع. وصلات، هو الارتر ده اسمه ايه؟ استيكر. احنا عملنا ايه في السكة ارض؟ قطعناه صح؟ واعتمدنا في النيتريشن على التستس بلايين، على الباز والقطر بزباز. في واحد تاني راح لابس عدسة وراح واخد السكة ارض خياطه في ارتر قريب ينفره بجسد، ياخد الديستال بارت ولا البروكس؟ ديستال. ليه الديستال؟ عشان هو اكيد مش عايز يغذي الاورطة، فهو هيربط دي ويعمل اناسوس مع الانتيريو جاستر. يعني عمل حاجه اسمها اوتو ترانسبلانتيشن. اوتو جرافت يعني خد عمل بلاد سبلاي جديد للتستس. ما هياش بوبولار طبعا الا لو انت عندك مايكروفاسكولار سيرجن،
يعني لازم يكون عندك سنتر بتاع مايكروفاسكر. ما عندكش اشتغل، ما تخافش ما تخافش، مش ملهاش لازمه خالص. يعني لما عملوا فكره قطعه السكه ارتري دي كان نسبه الاتروفي للتستس قليله قوي، حوالي 0.5% بس موجوده. وبالتالي الناس فكرت في الاوتو ترانسبلانتيشن، ولكن عمليه صعبه ومحتاجه مايكروفاسكولار ايه تكنيك. فهنا ما الدكتور هيشرح ايه دلوقتي؟ هيشرح الاكتوبيك تيست. يعني ايه الاكتوبيك تيست؟ يعني الجبرنكله متقطع، فالتيست نزلت بس نزلت في حته غلط. نزلت فين؟ في الساي، في الفيمورال ترانجل او البرينيوم او عند الروتوبينس. يلا بقى اولاد بقى، العيال عارفه اناتومي، العيال عارفه اناتومي. او السوبرفيشال انجواينال باول اللي هو بين سكارباس فاشيا واكسترنال اوبليك. خلي بالكم الانجواينال كانال اسمها ديب انجواينال باول لانها تحت العضلات، لكن السبيس اللي بين سكارباس فاشيا والاكسترنال اوبليك اسمه سوبرفيشال انجواينال باول. يلا اولاد احنا عندنا انجواينال، شاوروا انجواينال فين؟ انجواينال فين؟ اهو ده انجواينال. عندنا احنا في كليه الطب في الشارع اسمه جروين. انجواينال باوش يعني ايه باوش؟ جيب. احنا عندنا كم جيب في الانجواينال ريجن؟ اثنين، جيب غويط وجيب سطحي. مين الجيب الغويط؟ الانجواينال كانال اسمها ديب انجواينال باوش. مين الجيب السطحي؟ السوبرفيشال انجواينال باوش اللي هو بين سكارباس فاشيا والاكسترنال اوبليك، اللي هو بين سكارباس فاشيا والاكسترنال اوبليك. السؤال الجاي، طب هو تستس نزلت اكتوبك ما تسيبها. لايبر فورت، لا درجه تحت الجلد. لايبر فورت تورشن ولايبر فورت روما. هتتخبط جامد يا دكتور؟ ايوه. لا لا شوف احنا بناخد المراجعه كام ساعه. تخيل لو حد عنده خصيته في البرينيوم وراح قاعد، احنا ممكن نبدا اولاد 7:30 الصبح نخلص الساعه 4:30. انسى موضوع التستس ده انتهى. يعني لو تستس في البرينيوم فبعد مراجعتين او يمكن لو خلصنا كتاب الجنرال مهما كانت حموله يعني بكتير، ممكن يعني تستنى كتاب الجي اي تي بس، فهمني وتنتهي. طب لو في الفخذ يا دكتور، تخيل الواد ده كبر وبقى الوينج الشمال بتاع المنتخب والوينج اليمين كل شويه يرفع له الكوره يثبت على اخر الدوري، التستس هتبقى يعني خلاص بقت بسبوسه. مين اولاد؟ اما اولاد لازم نصلح الواد، لازم نصلح الواد، لان التستس دي لايبل فور تروما اند تورشر. لان التستس دي لايبل فور تروما اند تورشر. السؤال الجاي، طب انا لو خدت الخص يا اولاد ورحت منزلها في الاسكروطه، العمليه هتبقى سهله ولا صعبه؟ سهله. لازم سبرمات الكورد دلوقتي طويل، يعني الاندسند تيست صعوبتها في الشورت كورد، لكن الاكتوبيك تيست ده اولاد لا طبعا العمليه اسهل. مين فاهمني كويس يا اولاد؟ العلم نايف. ليه بقى؟ لما ياخد واحد قريبه عنده مثلا اكتوبيك تيست ويروح للدكتور يقول له ده محتاج عمليه، يقول له ما انا عارف خدتها في الكتاب، يقول له انا هاخد 10,000 جنيه، يقول له لا خد 5 دي اكتوبيك تيست. لو عند السندر كنت اديتك 10,000، لكن دي اكتوبيك تيست انت مش هتعافر كتير، الكورد طويل. فالدكتور لما يلاقيه بيتكلم كده يلاحظ حاجه، انه فاهم، فقال له زي بعض 5,000 شربوا ايه اللي انت بتقولهم دول. لكن افرضه مثلا رايح الولد عبيط مش عارف حاجه، التوبك تيستس بالنسبه له زي اند سند تيستس، نضيع له المسكيوهاي على طول، نضيع له المسكيوهاي يدفع 5,000 جنيه غبي غبي. ايه يا رب، واخدين بالكم ان العمليه سهله ولا لا؟ لان الكورد ايه طويل. طب انا عايز اشرح ايه تاني يا اولاد؟ عايز اشرح الريتراكتايل تيستس، ان التيستس كانت نازله وراحت في السروقه، قامت لقيت الدنيا ايه؟
برد حرب ايه برد يا ده الدنيا برد راح عامله ايه راجع عضيف السنة ولا عند السنة ليه بتعمل ايه بتتدفى على بال ما الصيف ايه يجي اثبت للام ان دي الانتراكتايتس دي واحده دي واحده خلاص نرفع مستوى سكروتم والديفلوب تاني حاجه تاني حاجه لو قعدت الواد في ميه دافيه في وضع السكواتنج على قرافيسه السكواتنج بوزيشن بيضعف الكريماستريك ماسل السكواتنج بوزيشن بيضعف الكريماستريك ماسل يا هيما بيحكي لك اللي حصل من جمعه بيقول لك شرحنا ايه صح محمود بيقول لك شرحنا ايه احكي لها محمود على الحاجات والاسئله ام اس كيو اللي انا قلت انها تيجي هو هيما يحب يسمع الكلام يعني كويس ما يحبش يحس بفوته يعني بنجيب طبق فيه ميه دافيه ونقعد الواد سكواتنج نقعد الواد على قرافيسه في الميه الدافيه ونمسك التستس كده نزقها لتحت تنزل شوف الواد الحركه دي بيحلبوا بيها البقره فالانجليزي سموا الحركه دي ميلكينج فيقول لك حط الطفل في ميه دافيه دي مفهومه في السكواتنج بوزيشن عشان نضعف التريماستريك ماسل واعمل ميلكينج للتستس تقوم نازله الثلاث كلمات مفهومين ميه دافيه في حد فاهم مش فاهمها سكواتنج عشان نضعف الكريماستريك ماسل ميلكينج ميه دافيه سكواتنج ميلكينج ميه دافيه سكواتنج ميلكينج ميه دافيه سكواتنج ميلكينج القاعده الاولى في مكان فاضي ماشي يا ابراهيم امام حط شنطتك حط شنطتك there is no torsion on top of normal tests اركز على there is no torsion on top of normal tests يعني لازم في انومالي فيها عشان يعني في هيدن كونجنيتال انومالي عشان يحصل تورشن اوف ذا تيست السؤال الجاي طب الكونجنيتال انومالي دي واضحه لا يعني يعني ممكن حد من اللي قاعدين يبقى عنده هو ابارنتلي تماما نورمال ولكن عنده كونجنيتال انومالي هيدن اكتر كونجينيتال انومالي باينه ومعروفه الاندسندد تيست يعني الاندسندد تيست والاكتوبيك تيست دي كونجينيتال انومالي واضحه ومعروفه لكن هنحكي عن بعض الزملاء اللي قاعدين وعندهم مشاكل وهم ما يعرفوش اتفضل يعني مثلا ده طالب قاعد معايا وده واحد صاحبه برضو قاعد معنا ايه الفرق بين الطالب ايه والطالب ايه ايه عنده يعني قالت ميكي لاحظ الفرق بين الرسمتين دي نورمال عنده دين كابجانيل سليمة مين اللي نورمال بي 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 نورمال عنده دين كابجانيل لان الدين كابجانيل نزلت ولفت على التستس فمثبتها ومسكت التستس في الاسكروكا شوف الطالب ده لا مفيش دين كابجانيل والتستس جوه الاسكروتم like clubber in a bill زي كرة في الجرس فراحت التستس ايه لف حصل فيها طرش مين قالت فده congenital anomaly شوف زميلكو اللي هو النورمال ده شوف الكريماستر ماسل بتاعته عاملة ازاي مهدلة بالطول نشوف الزميل ده شوف الكريماستريك ماسل بتاعته عامله كيرلي ازاي كيرلي يعني حلزون بص لقى الدم يكح شد لفوق تستس عاده مع الكحه تتشد لفوق شويه شوف التستس دي لما يكح
فاهمين يا ولاد؟ مين فيكو يعرف الكريماستر المصري بتاعته كده ولا كده؟ ولا حد. ولا حد يعرف. ده رزق. في ناس منكو قاعدة كريماستر المصري بتاعها كده وما يعرفش. وفي ناس منكو قاعدة الموديل ده وما يعرفش. مستني ايه؟ عطسة جامدة. عطسة جامدة. عطسة. كحة جامدة. كحاية. undue movement. يعني مثلا اوعى حد يفتكر اصل الطلبة ولا بتبقى برضو فرعون وهو قاعد. يقولك انا نورمال. انا نورمال ويعرف منين هو. في حد فيكم حاسس الكريماستر في مصر؟ تعرفش تحسها؟ وفي ناس منكم يقولك انا عطست كتير. ويا ما كحيت وجالي برد كتير. لا يا حبيبي بتبقى رزق. عطسايا او كحايا. واحد فيكم يقول انا كبرت. لا ده انت الطيب وبيشن. هو الطيب وبيشن تشب في سنكم كده. مين قالت؟ وتيجي مع عندي يو موفمنت في واحد كبير يعني رونالدو مثلا بعد اللي حصل في امبارح ممكن تلاقيه رقص كل الباكات. رقص كل الباك وقدام الجول وهيشوط يقوم قاعد. فاهماني؟ رغم كل حاجه. فاهمين؟ فدي حاجه ملهاش كبير عشان الناس قاعده ما يفكرش ان هو فوق كده. لا مفيش حد كبير على ربنا. في ناس تانيه بيبقى عندها حاجات تانيه بس بتبقى اوضح. يعني مثلا ده تيستس ودي ايبيديدلس وده الميزوركيوم. ميزوركيوم بين التستس والابيديدلس. هو ده نورمال؟ لا ده كونجينيتال انومالي. ايه يا مجانين التستس نورمال بتبقى كده يا ولاد. وانا كل يوم قبل ما ابدا باب التستس كل يوم لازم ارسم التستس النورمال. الابيديدلس يا ولاد انتوا ممكن اي حد يعمل اي حاجه. ممكن اي حد يضحك علينا. ده انا واقف مستني ايه؟ مستني ان الطالب يقول لي ميزوفاريوم. واصل الاوفري بيبقى له ميزن اسمه ميزوفاريوم. عارفين؟ فانا عايز اقول لكم بقى ده الاوفري ميزوفاريوم ده ميزوركيوم. بس ده ابنورماليتي هناك نورمال. تستس. ده ابنورماليتي هناك نورمال. هنا ابنورمال. اللي عندنا ميزوركيوم ده ابنورمال. شوف يا ولاد لو التستس عامله كده تلف لان بقى لها ميزنتري. وبقيت لوز وريدندنت وريزيستنت فور اديوكيشن. فاهمين؟ ممكن لو في ميزوركيا بتلف لو في بولار فيرجن انتيرير فيرجن تغيير مكان الابيديديمس التيونيكا ما بتنزلش. لو الابيديديمس غير مكانه التيونيكا ما بتنزلش فممكن التستس تلف. يا روح الكلمتين اللي انا عايزهم. There is no torsion on top of normal testes. اوكي؟ الكونجينيتال انومالي ممكن تبقى واضحه زي عند السند تيستس او اكتوبك تيستس. وممكن تبقى كونجينيتال انومالي هيدن. هيدن زي هاي انفستمنت اوف تيونيكا فاجينال وقفت فوق او سبايرالي ارينجد كريماستر في مصر او ميزوركيام او بولار فيرجن. السؤال الجاي طب اللي عنده كونجينيتال انومالي ده مستني ايه؟ اكزايتنج فاكتور. يوم يحصل ايه؟ تستس تلف. تلف قد ايه يا ولاد؟ رزق برضه. تلف كده ربع دايره او نص دايره او دايره كامله. ايه رايكم؟ ده يفرق ايه؟ الكينكينج بتاع البلد فيسلز. كميه الكينكينج بتاع يعني درجه الاسكيميا اللي هو الواد كريم عبر عنها بكمية الاسكيميا اللي هي درجة الاسكيميا. ودي تفرق معانا في قد ايه؟ في ايه؟ في الوقت. صح؟ صح الوقت. يعني مثلا ربع دايرة ممكن تموت بعد يومين. نص دايرة تموت بعد يوم. دايرة كاملة تموت بعد 6 ساعات. لا لو اتقطع البلاد سبلاي تماما تموت في 6 ساعات. فاهمين يا ولاد؟ يعني لو جالي حد عنده اندر سند تيستس عنده تورشر اوف ذا تيستس انا هفتحه دلوقتي
مالكش دعوه الوجع بقاله قد ايه. يعني انت مش تصحى من النوم تلاقي عندك عيان في الاستقبال تورشن اوف ذا تيستس الساعه 3 الصبح، تقول له بتوجعك من امتى؟ يقول لك بتوجعني من 2 الظهر. تقول له من 2 الظهر بالسلامه يا حبيبي، هي ماتت. اخش اكمل نومي واديك واحد مورفين، انت تعمل دماغ وانا اعمل دماغ، ولما نصحى كلنا نبقى نعمل عمليه. هي ماتت. لا ما هياش كده، انت ممكن تخش تلحقها، فانا هفتحه دلوقتي. فاهمين يا رد؟ طب هو لو جالي تورشن اوف ذا تيستس بعرفه ازاي؟ اكيوت سكروت. يعني ايه اكيوت سكروت؟ اكيوت يعني اكيوت ابدومن، زي اكيوت ابدومن وجع في السكروت. طب ما ممكن يبقى حاجات تانية. اه حاجات تانية زي يعني ممكن يبقى استرانجليتد هرنيا. ايوه بس الاسترانجليتد هرنيا ده عنده سويلنج بيروح ويجي وبعدين فجأة بطل يرجع وحجمه كبر، يعني مع البين، مع البين يعني البين ده اساسي، البين ده اساسي فاهميني؟ وتنسوا ما بتديش اكسبانساين امبلس. لا طبعا مش هتلخبط قوي يعني. امال ايه اكتر حاجة هتلخبطك؟ ابيديدو موركايتس. طب انا افرق ازاي؟ سيمتومز كسيمتومز. اللي عنده ابيديدو موركايتس عادة عنده يو تي اي الاول، عنده يوريا تراكت انفكشن وبعدين جاله ابيديدو موركايتس. لكن التورشن لا، التورشن قوله في صدر. يعني مثلا هنفكر ايه في رونالدو لو عنده ابيديدو موركايتس. مثلا يوم الجمعة يقول للكوتش بتاعه يا كوتش أنا عندي حرقان في البول. يوم يقول له تلم يا رونالدو احنا عندنا ماتش مهم مش عايزين بقى دلع. واحنا اتحط علينا الماتش اللي فات. احنا اتحط علينا الماتش اللي فات. وبعدين على يوم الحد، يعني شوف يوم الجمعة كان عنده حرقان في البول، يوم الحد يقول له يا كوتش أنا عندي وجع في خصيتي اليمين. يقول له كتك وجع في خصيتك الشمال كمان. انزل العب. فرونالدو هينزل، هينزل. هينزل ايه؟ مش قادر. بيعرف كده بس يعني هيجيبك. يعني ممكن يرفع كورة، ممكن يعني شوط. يعني الدنيا مش صعبة. وبعدين لو نيمته ورفعت الاسكروتم كده الوجع يقل. ليه؟ هو اللي يخش عليا صباعه بيوجعه، بيخش عليا عامل كده، عامل كده، تفضى عامل كده، يبقى ساقط، يبقى ساقط. يعني واحد لو عمل كده الوجع بيزيد، عمال نح يزيد يقول لك طب ما تعمل كده، طب ما تعمل كده. وكأن رونالدو وهو بيجري هتلاقوه رافع الاسكروتم بايده ايه؟ وبيجري، ده لو ابيديدو موركايتس. انما لو تورشن بيبقى مظبوط على قناه اي كده، اي وكده، اي وكده، اي وكده، اي ما تفرقش. الانس تفرق؟ طبعا. شوف ولاد رونالدو لو جاله تورشن وهو نازل الماتش عمال يسخن يجري وباصص على الجون كده يقول لك النهارده يومي هجيب جونين، ورقص الباكات ورقص الجول وجون فاضي وقع وحيشوط اي يقع. فاهمين فرق الانسر؟ فاهمين فرق الكلينيكال بيكتشر بين التورشن وبين الابيديدو موركايتس؟ لا في فرق. الكورس بتاع المرض نفسه لا باين، الكورس بتاع المرض نفسه باين. فاهمين؟ الكورس بص على ثلاث كلمات اليو تي اي الانست الاليفيشن اوف ذا سكروت. اليو تي اي الانست الاليفيشن اوف ذا سكروت. مين اهم واحده؟ الاليفيشن اوف ذا سكروت. اليو تي اي الانست الاليفيشن اوف ذا سكروت. مين اهم واحده؟ الاليفيشن اوف ذا سكروت. طب والعام بتاع التورشن ده في فيزيكال ساينز ممكن اخد بالي منها؟ بصوا لو التستس لفت، لو التستس لفت تقصر ولا تقصر. تنزل اكتر؟ تطلع شويه، تطلع شويه، تطلع فوق ولا تنزل؟ تطلع فوق شويه. ليه تطلع؟ عشان الحبل يلف شويه. الحبل يلف، فلما الحبل يلف تقصر.
طب هو تيستس وهي نازله لسكروطه كان مين اللي واخد بايدها امبارح؟ كان جابر نكرم كان اول امبارح. اول امبارح جابر نكرم. يعني جابر نكرم ده ماسك في التيستس؟ ايوه ما كان واخد بايدها ازاي؟ ماسك في السكروطه. ايوه مش ده كان الراوي؟ الراوي بس ما جاش لسه. بيبقى ماسك في التيستس وماسك في السكروطه. طب انتوا عارفين لو التيستس اترفعت هتعمل ديمبل في السكروطه. جبرناكلم يشد عليها يوم يعمل ديمبل في السكروت. يعني ممكن نلاقي تيستس هاير اب، ممكن نلاقي ديمبل في السكروت. فاهمين هذا؟ لا ممكن احس التويست في الكور. ممكن صعبه ولا سهله؟ صعبه طبعا قوي. ليه؟ الوجع. تخيل انت ماسك العام وتقول له استنى انا هحاول احس الحبل اللي مكني. هيجي له ممكن يعضك يطلع منك ايه؟ بايوبسي. فاهمين يا رضا ولا لا؟ الحاجات صعبه يا اولاد، الحاجات صعبه. الفيزيكال ساينز صعبه قوي. خلي بالكم ان القديمة ما بتخلكش تاخد بالك من الدمبل والهاير اب سكروتم. الدنيا اديمتس قوي، الدنيا اديمتس قوي بصراحه. الديفرنشال دايجنوزس الحقيقي بين التورشن والابيديدوموركايتس. الديفرنشال دايجنوز بين التورشن والابيديدوموركايتس. ايه رايكم لو انت حاولت تعمل انفستيجيشن تعمل ايه؟ الترا ساوند. دوبلر والتر ساوند. دوبلر ليه؟ دوبلر عشان اشوف الارتيريال سبلاي شغاله ولا لا، شوف البلاد فيسل بيتنت ولا لا. اقوى انفستيجيشن الدوبلر طبعا. امتى اقول لك ان انت هتطلب يورين اناليس؟ لو انا اشك ان عنده، لو شكك في بيدينو موركايتس وفي بيرنينج ميكتريشن فانا هعمل يورين اناليس. لكن الانفستيجيشن اوف تشويس الدوبلر. الانفستيجيشن اوف تشويس اولاد الدوبلر. ازاي اولاد نعالج حد عنده تورشن اوف ذا تيست؟ شوف الواد زميلك انا مبسوط منه بيقول لي سيرجيكال ايمرجنسي وهوسبيتاليزيشن. وبعدين بص يا ولاد هحاول ارجعنا بايدي. شوف هلف اهو. سوري معلش. يبقى لفت ناحيه غلط. لفت ناحيه غلط. بيرجع؟ عادة لا، ولا عيال رجع معايا. عادة العام بيبقى مظبوط على قناة اي. اي معلش سوري. اي انت يعني كتير؟ عايزين نحدد السكة اللي هنتني فيها. المانوال ريدكشن ده ولاد فاشل اصلا. امال بنعمل ايه؟ شقه. افتحه لف جوه. افتحه. هتلاقي الكورد ملفوف صح؟ تعمل ايه؟ اعدله وثبت التستس. اثبتها ازاي؟ داركتوس باوش اللي هو اسمه الايطالي ايه؟ دينيتو. يا لهوي انتوا ما بتذاكروش ولا ايه؟ بتفتكر بصعوبه يا دكتور. بتذاكروش اللي بناخده؟ انتوا بتبقوا معتمدين على انا هاجي لك في الامتحان. دينيتو. واجي لك في ودنك. ما تذاكر يالا انت هو يالا. بنعمل حاجه اسمها دارتوس باوش او دينيتو ميسود. دارتوس باوش او دينيتو ميسود. فاهمينها؟ لا ملحوظه. هفتح الناحيه الثانيه واثبتها. اشمعنى؟ الكونجينيتال انوميلي الموجوده يمين موجوده شمال. هي بس دي عطستها جت. فافتح ثاني والثانيه مستنيه ايه؟ عطستها. فانا مش قاعد استنى بقى اخلص. نفتح الناحيه الثانيه. نفتح الناحيه الثانيه اقول لكم. بصوا نفتح الناحيه الثانيه. نفتح الناحيه الثانيه. فاهمين؟ اهم حته في الام اس كيو كونجنيتال انومالي الموجوده يمين موجوده شمال. فبنفتح الناحيه الثانيه واثبتها. طب لو تيستس جانجنس اركيبتم يا شلت. لو تيستس جانجنس شلها اركيبتم.
حسبت التانية كده كده الناحية التانية مفتوحة. فاريكوسي موضوع من خيار الموضوعات طبعا. يعني ايه فاريكوسيل؟ هو يعني ايه فاريكوس فين؟ ويعني ايه بواسير؟ دايليت التورشوس فين؟ يعني دايليت التورشوس فين؟ هو ده فاريكوسيل. فاريكوسيل يعني دايليت التورشوس فين؟ فين بقى اولاد؟ في البامبيني فورم بلكسس اوف فين. يلا روح كده على التقديم اللي قلتها الحصه اللي فاتت. هو ربنا خلق بامبيني فورم بلكسس اوف فينز ليه؟ عشان طلع التكييف. معنى ان الاورده تبقى دايليتد وتورشس يعني ايه؟ التكييف باظ. يعني التكييف باظ والدنيا ايه دلوقتي؟ حر. حر. يعني التستس هتقعد في السكروتم اوف اوف القاعه وحشه قوي عايزين نزود تكييفات. عارفين يا فاولاد فاكرين الحصص الاولانيه اللي خدناها هنا؟ هو ده الفاريكوسيل. تكييفات بايظه والدنيا حر والتستس ده تعبانه فاهمين؟ طب وايه يعني لما التستس تبقى تعبانه كده؟ سبرمز الدنيا حر. الدنيا حر على السبرم. السبرم ده فظيع. السبرم ده متدلع اخر حاجه برنس 35 ونعنوش وبيعوم وبتاع. والسبرم مش بتعوم؟ اه عم ازاي؟ بتعوم بتنزل دلها شارك مش دولفين. يعني مش تمسكش عينة سمن تلاقي السبرمز بتتنطط منها. بتعوم شارك اكتف؟ اه جدا اكتف عندها ميتوكوندريا. بيعوم لقدام ولا لورا؟ لقدام طبعا. ليه؟ يروح الاوفا. لو عم ورا هيلاقي التستس يبقى صقر. اه تفتكر بهزر معاكم؟ انا عارف انا بقدم ليه. جاي فاهمين ولا لا؟ تخيل انت مسكت السبرم الروش النعنوش ده وحطيته في الحر قاعد جوه اوف زيح يا رب نطلع من هنا. وبعدين بقى ايه؟ جاء ايجاكيليشن. قالوا له نعيما. فالسبرم طالع بقى اولاد بقى قاعد جوه بقى له شويه في الحر ده اتسلق جوه. شايفين الروتاتوري موفمنت؟ شايفين الروتاتوري. وبعدين يقول لك وانا رايح فين؟ يا الام يقول انا تعبان. يوم عين بالعكس. يوم بالعكس. فاهمين الروتاتوري موفمنت؟ انتوا خدتوا الكلام ده كله قبل كده؟ لا بس يمكن لا خدتوه في النسا طبعا. لا ما قالوش دي الجلديه. ما قالوهاش. ادي اخر فرصه ليك. اول واخر فرصه. طب انتوا فاهمين يا اولاد فكره الروتاتوري موفمنت؟ شوف السبرم لما يعوم كده وحش شارك رايح على فين؟ على الاوفر. شوفوا هو تعبان بقى. شوفوا هو تعبان شارب حاجه. وبعدين يلاقي الاوفر وماخد بعضه راجع. بس لا سبرم امور. يا لهوي مز. شوف الولاد عامل ازاي؟ راس وكاب. تخيلوا دي كاب ورقبه وديل ورقبه سرحه فيها ميتوكوندريا فظيع. بيعوم برنس. شوفوا لو فاريكوسيل عجب بس ديل طاير راس بس. استرس وحش يا ولاد وانتوا عارفينه. مش مضطر ان انا اقول لكم. يقول لك هتلاقي السيمن اناليسيز في حاجه اسمها ستريس باتر. لو السيمن اناليسيز في حاجه اسمها ستريس باتر يعني السبرمز اندر ستريس. السؤال الجاي هو الفاريكوسيل بيعمل ستريس باترن بس من حر؟ لا وممكن من الميتابولايتس اللي بتتراكم. يعني الميتابولايتس الكتير دي احتمال ليها رول. يعني يقول لك في ثيرمال ثيوري وكيميكال ثيوري. ثيرمال ثيوري وكيميكال ثيوري تؤدي الى سب فيرتيليتي.
سب فيرتيليتي ولا انفيرتيليتي؟ سب فيرتيليتي. والله عليها كونتروفيرسي. في ناس تقول لك انفيرتيليتي، مفيش لفظ اصلا اسمه سب فيرتيليتي. هو يا بيخلف ما بيخلفش. فاهمين ولا لا؟ هو يا بيخلف يا ما بيخلفش. وفي ناس تقول لك لا، هو الفاريكوسيل تعمل اوليجوزوسبرميا مش ازوسبرميا. انتوا فاهمين ولا لا اوليجوزوسبرميا ازوسبرميا؟ اه اوليجو قليل، ازو مفيش. اوليجو قليل، زو حيوان، سبرم. السبرم مش موجود، بذرة. سبرم يعني بذرة، يعني باللاتيني. باللاتيني اليونان زمان كان عندهم باسكت كده وما بيزرعوا، يحطوا فيه البذور، يحطوا فيه السبرم، السبرمز، وبعدين يرموا السبرمز في الارض، يوم السبرمز تزرع. فاليونانيين هم قاعدين مع بعض كده بيتكلموا مع بعض، تقول له كده بذرتك منيله، بذرتك. اليونانيين هم قاعدين يقعدوا مع بعض يقولوا كده بذرتك منيله، فهم فهموا ان الراجل ده بيرمي البذره. تمام، بذر، بس البذره دي بقى لها دين وكاب وبتعوم. قالوا ايه ده، البذره بقت حيوان؟ سبرماتوزول. بقى سبرماتوزول، سبرم بذره حيوان، بذره بقت حيوان، سبرماتوزول. طب لقوهم كتير قوي، قالوا يبقى سبرماتوزول حديقه الحيوان. فاهمين انا؟ عشان كده يا اولاد ما هياش اوليجوسبرميا، اوليجوزوسبرميا، تراتوزوسبرميا، اثنوزوسبرميا. بالنسبه لنا احنا اوليجوسبرميا زي اوليجوزوسبرميا، يعني احنا هنقدر. هو كله كلام بالانجليزي لا مفهوم ولا محسوس اصلا. فاهمين هذا ولا لا؟ انما هو الموضوع كده، هما يقولوا بقى ايه، ناس تقول سب فيرتيليتي وناس تقول انفيرتيليتي. انت هتعمل ايه؟ هتقول له سب فيرتيليتي، لقيته بيتشقلب قول له انفيرتيليتي. كتب كاتبه انفيرتيليتي وكتب كاتبه ايه؟ سب فيرتيليتي. فاهمين ولا لا؟ طب انا كاتب سب فيرتيليتي ليه؟ كتاب الاصل ايه؟ كتاب الاصل ايه؟ كاتب سب فيرتيليتي. وكمار كاتب سب فيرتيليتي. فاهمين ولا لا؟ وكمار كاتب سب فيرتيليتي. انما في كتب زي بيلي كاتبه انفيرتيليتي. فاهمين ولا لا؟ السؤال الجاي، وانا داخل دخله مرعبه بصراحه، يعني الدخلة ده ولاد كل دلوقتي زمايلكم الولاد قاعدين اخكهم بتخبط في بعض، وكل واحد عمال يحس بالسبرمز بتاعه. يقول لك زمان حرانة ليه؟ سواء الفاريكوسيل ده خمس رجال، كل خمس ولاد قاعدين جنب بعض فيهم واحد عنده فاريكوسيل. مش هنقول اسماء حد، تعرفين القاعدة في الباب ده ما بنقولش اسماء حد. ستر وقت السؤال الجاي، يا نهار اسود دي مصيبه. لا لا لا، ده نسبه قليله قوي منهم اللي بيحصل له اوليجوسبرميا، مش نسبه كبيره ولا حاجه. بأمرت ايه؟ ما كلهم بيتجوزوا ويخلفوا عادي. قول لي اللي عندهم. قول ايه؟ بيقولك بيتجوزوا ويخلفوا، هو قالك مين ده؟ مين اتجوزوا؟ لا لسه هيتجوزوا. كل اللي عندهم فاريكوسيل، حتى في واحد سأل قال فين الجواز ده؟ اللي عايز بقى يبقى يتكلم ولا بتكلم هو؟ اللي عندهم فاريكوسيل ده لما يتجوزوا ويخلفوا عادي، مفيش مشاكل خالص. بصوا عليك، يتجوز وعنده فاريكوسيل وما يعرفش، ويخلف وعنده فاريكوسيل وما يعرفش، عادي جدا. وولاده يبقى عندهم فاريكوسيل ويتجوزوا ويخلفوا من غير ما يعرفوا. يا ده الموضوع مش خطر؟ لا خالص نهائي. طب انا لو واحد فيهم عرفت ان عنده فاريكوسيل بعمل ايه؟ واحد بيقول لي يا دكتور عندي ضرس وخصي. اقول له طب يعني يا حبيبي؟ كل الناس كان عندها ضرس وخصي، انا كان عندي ضرس وخصي واتجوزت وخلفت. فاهمين السايكولوجيكال سبورت؟ طمنوا فاهمين؟ طمنوا طمنوا. بعدين ايه؟ يقول لك يا دكتور يعني ما عملش عد مني؟ تقول له لا يا حبيبي. يقول لك يعني 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 انا هخلف؟ تقول له هتملى الارض عيالي يا حبيبي، وانا هحضر فرحك كضمانه ليك. بقى كلهم هيتجوزوا ويخلفوا. بعد شويه قليلين قوي، ممكن خلفته تتاخر. يعني هتتاخر قد ايه؟
سنة ونص. سنة شمان. هو بعد كده يبقى انفرتيلتي. هو ده تعريف الانفرتيلتي. مش هما في الانفرتيلتي اسكت يلا. اقل من سنة لو كان في بريدز بوزنج فاتو. يعني ولية عاملة عمليات وملزقة من جوه والانابيب متنية وبتاع. لكن التعريف سنة. تعرفين التعريف بتاع النساء لما يقولك كده. تعريف الانفرتيلتي. ان اتنين اتجوزوا لمدة سنة وما خلفوش. عرفت ان جوزها قاعد معاها على طول. لا بيروح الشغل. ولا بيسافر. ولا بيعمل اي حاجة ما راهوش حاجة غير انه يخلف بس. انا لا. هو ده فكرته التعريف بتاع النساء ده كان تعريف مميز او. هو ده ايه? هو ده انفرتيلتي. لما نوصل لكده بقى نبقى نبص عليه. السؤال الجاي. طب افرضوا ان العيان عدى سنة وما خلفش. اعمله سيمن انالس. بنعمل سيمن انالس ولا بيستجيبت الفيمير? لا سيمن انالس اول خطوة في الانفرتيلتي. راجل اسهل. هو جاست وان ايجاكيليشن. خلاص الفيميل بقى اكسبلودد لغاية ما نعرف نظبطه. فاهمين على ده? طب لو عنده اوليجوسبيرميا بنعمل عملية صغيرة. يبقى نورمال بقى. فاهمين على ده? عامل موضوع زكا جابر. قعدت اسأل عليك يا دي جابر قالوا لي اتأخر. فاهمين على ده? لا. يعني مفيش مشكلة في الفاريكوسيت دي خالص. حتى لو عملت صف فرتيليتي بنعمل عملية والموضوع بيرجع عادي جدا مفيش مشكلة. افرضوا واحد عنده فاريكوسيت عملاله صف فرتيليتي وعملت له عملية عد المني ما زادش. مش الفاريكوسيت السبب. هو عنده حاجة تانية غير الفاريكوسيت. محدش بقى يتم الفاريكوسيت بحاجة. برايمري فاريكوسيل ده مرض قشطة كده. مفيش مشاكل يعني. فاهمين على ده? يلا نكسباند الداتا شوية. يعني ايه فاريكوسيل? دايليت التورشاس بامبيني فورم بلكسس وفيل. انواع الفاريكوسيل. برايمري وسكند. يعني ايه سكندري? يعني عارف السبب. يعني ايه برايمري? يعني مش عارف السبب. مين اكتر? برايمري. بص انواع الفاريكوسيل. برايمري وسكندري. سكندري فاريكوسيل ده مشهور قوي في ورم اسمه هايبر نفروما او رينال سيل كارسينوما. كان في 10 12 كده معايا بيسمعوا المسالك يوم الاحد. دلوقتي طبعا هشرح المسالك دلوقتي قبل الامتحان. هلا وترحل يوم 17 مش هنهزر. اخلص او مخدكوا جمعتين مخلص على المسالك. المسالك بتمشي جوا رينا. المسالك ايه? رينا السير كارسينوما. رينا السير كارسينوما. بتمشي جوا رينا الفين. لايك فينجر ان جلاف. رينا السير كارسينوما. بتمشي جوارينا الفين لايك يا عروسة يا ركن المرأة. الرينا السير كارسينوما. بتمشي جوارينا الفين لايك فينجر انجلاف. فاهمين هذا? لا. تقوم تسد التستيكلا فين. طب انا اعرفه ازاي ده? ايه رأيك يا لابن اعرفه ازاي? مفيش حاجة نمسح بيها ده. ازاي لا تعرف ان ده هايبر نفروما مش جوارينا الفين لايك فينجر انجلاف. التايب اوف بيش. بص على ده الهايبر نفروما. السؤال الاولاني ايه اللي انا رسمه ده? ولا الاورطة? اشمعنى? عشان ده الاورطة.
لو الارتري كان هيطلع من الاورطه التستيكا ارتري الاثنين بيطلعوا من الاورطه الفين هو اللي فارق فاهمين التستيكا ارتري الاثنين بيطلعوا من الاورطه لكن الفين هو اللي فارق كده الرايت تستيكلر فين بيخش الانفير فيناكيل لكن الليفت تستيكلر فين بيخش في ليفت رينال فين اشمعنى شايفين فيناكيل في يمين يعني الرايت تستيكلر فين ده طلع يدور على الانفير فيناكيل لا الانفير فيناكيل قال له هاي هاي وراح داخل في الانفير فيناكيل الليفت تستيكلر فين طلع يدور على الانفير فيناكيل ما لقاهوش لا مين لا الاورطه يخش في الاورطه يبقى ايه فوقف لحد ما عدى في الفيناكيفا متاخد اوتوستوب ليه الشمال ليه الشمال عشان الفيرو ده كده يمين كده طب في لو طالب غلط يا اولاد لا مش طبيعي في طالب يحط الفيرو فينا كيفه شمال لو طالب حط الفيرو فينا كيفه شمال يا اولاد سقطه ضميرك مرتاح خلي ضميرك كده ايه مرتاح وسقطه فاهمين يا اولاد الرايت سايد بيخش الفيرو فينا كيفه الليفت سايد بيخش الليفت ايه رينا الفين الحكايه دي بتتكرر في الاناتومي كتير قوي يعني مثلا سوبرا رينا الفين بيخش الانفير فيناكيفا على الرايت سايد الليفت سايد بيخش في الليفت رينا الفين وكان الليفت رينا الفين ده واخد اللي معدي هيتش هايكن فاهماني فاهمني الليفت رينا الفين ده كل ما يلاقي ايه مز على الطريق ياخدها معاه وهو ايه وهو ماشي هو ده الليفت رينا فاهمين يا رب؟ تعرفين لحد جاله هايبر نفروما هيمشي جوه الليفت رينال فين لايك فينجر ان جلاف فاهمين يا رب؟ هيمشي جوه الليفت رينال فين لايك فينجر ان جلاف زي صباع في الجوانت يوم يسد الليفت رينال فين يوم العين يجيله فاريكوسي تعرفين بعد شويه هيروح الانفيرو فيناكيفا سرطان سرطان نفسه يروح ناحيه الانفيرو فيناكيفا يطلع فوق ولا ينزل تحت كده فوق ما ينفعش الدم يزقه كده ويقول لا لا هو نازل لتحت يقول لك ده الطيار ليه غني هو صح وهو عايم يعني اكيد الطيار هيجرفه ناحيه الهرم فيقوم يطلع لفوق طب انا بعرف ازاي ده برايمري فاريكوسيل ولا سكندري فاريكوسيل من تاب اوبيشن تعرفين يعني ايه برايمري فاريكوسيل شاب في سنه شاب ثانوي جامعه بيروح حديقه محمد علي ويفضل ماسك في ايد البيت من الساعه 7 الصبح الساعه 2 العصر لغايه الساعه 3 ساعه الانصراف ماسك ايديها يقول لها بحبك كونتينوس بيلفيك كونجيشن لمده 8 ساعات مفيش بريك هو ده فاريكوسيل انما جده جدا كان بيروح حديقه محمد علي عنده فاريكوسيل ايه ده حديقه محمد علي مستعيد الذكريات يعني لو لقيت جده عنده فاريكوسيل يبقى ده هايبر نفروما انما لما شاب صغير يبقى عنده فاريكوسيل هو ده برايمري فاريكوسيل لك شعر واضحه لا يعني انا بعرفه من تايب اوف بيشن هو البرايمري فاريكوسيل ده شاب صغير ولا ايوه طب ما الشباب كلها هي قاعد اهو لا شباب زي الفل اهو قاعد قدام ليه واحد فيهم عنده فاريكوسيل اول حاجه عنده برايمري جنرالايزد عنده جنرالايزد ميزينكايمر ويك بيروح لمحمد علي خلي بالكم ان الفاريكوسيل مرض الانسان
عمرك ما تلاقي فلاح واخد التور بتاعه وراح على الوحدة الصحية عشان التور عنده فاريكوسيل. الفاريكوسيل مرض الإنسان ما يجيش في الحيوان. ليه؟ عشان العمود عشان الدم. الإنسان هو اللي واقف. عمود الدم ضد الجرافيتي. لكن الحيوان بيبقى ماشي على ايه؟ أربعة. على أربعة. حلو. طب ما العيال دي كلها إنسان. مش معنى واحد فيهم اللي جاله فاريكوسيل. عيلته فيها جنراليز مينزينكايمال ويك. مش معنى هو في العيلة بقى اللي جاله فاريكوسيل. طب مش معنى هو في العيلة اللي جاله فاريكوسيل رغم ان اخوه عنده فاريكوز فين واخوه التاني عنده بواسير. لايف ستايل. يعني اخوه اللي جاله فاريكوز فين ده بيشتغل بيقف كتير. بيشتغل حلاق. بيقول هو بيروح وكل اللي عنده بواسير التاني ده بيشتغل عنده امساك. بيشتغل عنده امساك. فكل ما يخش الحمام راح بيطرح من تحت. طب اشمعنى الواد ده اللي جاله فاريكوسيل؟ بيروح حديقة محمد علي. هو اللايف ستايل بتاعه كده. بيبقى قاعد في حديقة محمد علي. حريم تمشي وحريم ايه؟ تيجي. هو قاعد في الجنينة ما بيتحركش. قاعد في مكان. فاهمين ولا لا؟ بيقوم طقطق فاريكوسيل. يعني الموضوع انسان. انسان عنده جنراليز ميزينكايمال ويكنس بلفيك كونجشن. السؤال الجاي طب هو ليه الفاريكوسيل بتبقى شمال اكتر من يمين؟ وحتى لو تاخد بالك احنا مش متاكدين. دي نظريات كلها. تعال نحط نظريات ليه شمال اكتر من يمين. بيقول لك لان الليفت تيستس اوطى من الرايت تيستس. فطول الليفت تستيكلر فين اطول من طول الرايت تستيكلر فين. فبالتالي وزن عمود الدم على الناحيه اليمين الشمال اكتر من وزن عمود الدم على الناحيه ايه اليمين. بص على عمود الدم كده. فاريكوسيل يعني الوزن هنا اثقل من الوزن هنا لان ده اقوى من ده. واحد تاني قال لا هو الاوردة الشمال اضعف من يمين. قلنا له يا راجل انتوا بتعطوش بالكم الفاريكوز فين شمال اكتر من يمين والفاريكوسيل شمال اكتر من يمين وحتى البواسير شمال اكتر من يمين. ازاي يعني البواسير 3 و7 و11 فاهماني. فالبواسير اللي ناحية الساعة 3 اكتر من 7 و11. فراح قايل بصوا كونكلوجن نهائي الاورده الشمال اكتر من اليمين اضعف من اليمين. شكلها اورده الشمال بتضرب اكتر من اليمين. واحد قال لا شوف دي دي نظريه واحد سباك. قال عندنا خزان ميه وماسوره طالعه كده وماسوره داخله كده شمال ميه. مين اللي ياخد ميه اكتر؟ اللي تحت لانها داخله في ماسوره في الخزان برايت انجل. لكن دي داخله في اكيوت انجل. قال تعالوا نبص هنا دي رايت انجل ودي اكيوت انجل. فبالتالي الريفلكس اوف بلاد هنا اكتر من الريفلكس اوف بلاد هنا. ده حشاش فاهمين يا ولاد. دي نظريه واحد سباك بيتكلم عن خزان ميه بماسورتين. أم في واحد تاني قال لا خد النظرية دي عندي. هنا بلف كولو وهنا سيكا. قلنا لهم ايه؟ قال البلف كولون اتقل من السيكا لان البلف كولون فيه كاكار مليان كاكار لكن السيكا الكاكار اللي فيه فلويد وبالتالي الوزن هنا اتقل من الوزن هنا وبالتالي الفاريكوسيل يبقى شمال اكتر من ايه؟ من يمين. لان البلفيك كولون اثقل من السيكا. البلفيك كولون اثقل من السيكا. قام جه واحد حشاش حط نظريه جامده. قال لهم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام فاضي. شوفوا السبب ايه؟ قالوا له ايه السبب؟ قال لهم بصوا الليفت سوبرارينال فين بيفتح في الليفت رينال فين. قلنا لهم ايه؟ اقوم بيندع ابنفرين على الليفت رينال فين. اما الليفت رينال فين عمل ايه؟ يعني الادرينالين نزل على الليفت رينال فين عمل له ايه؟
عمله ايه؟ برافو عليكم، انا احب الطالب يبقى اورينت. فقال له لا مش اصول، فهمني قفش، فهمني ولاد. فده عمل بريك السي. قلنا له طب والناحيه اليمين؟ قال لا بتخش الانفيرو بلاكير، يعني اللي هي الترينا بيخش الانفيرو بلاكير، فالدم كتير بيتخفف، لكن ده بينقط عليه. النظريه دي اقوى النظريات والله، ما بقى في الزهر بره بيحبوا الحشيش هم كمان. هي دي اقوى نظريه بتفسر ليه الفاريكوسيت شمال اكتر من يمين. ايه ابدا فاهمين على بص على الليفت تستكرار فين اطول من رايت تستكرار فين؟ ام ايه بيبقى طول عمود الدم اكتر، ام وزن عمود الدم شمال اكتر من يمين. النظريه الثانيه الليفت تستكرار فين بيفتح برايت انجل، لكن الرايت تستكرار فين بيفتح باكيوت انجل. ام ايه ام الرفلكس اوف بلاد على الليفت سايد اكتر من رايت سايد، يعني ده ليه فالفولر افكت لكن ده لا. النظريه الثالثه الاورده الشمال بصفه عامه اضعف من الاورده ايه اليمين. النظريه الرابعه هنا في بلف كولون وهنا في سيكا. النظريه الخامسه نظريه الايه الابنفرين اللي بيمطر. فاهمين؟ نظريات. تعالوا نرتب الداتا. هو اللي عنده فاريكوسيل، يعني ايه فاريكوسيل؟ دايليت التورشاس بامبيني فورم بلكسس اوف فين. ايه انواع الفاريكوسيل؟ مين الاكتر؟ طب هو البرايمري فاريكوسيل سببها ايه؟ ما نعرفش بامره ايه؟ النظريات انسان جنراليز ميزينكايمال ويكنس حديقه محمد علي. انسان جنراليز ميزينكايمال ويكنس حديقه محمد علي. السؤال الجاي طب وليه الفاريكوسيل شمال اكتر من يمين؟ نظريات. اشمعنى كله نظريات؟ ما تقرا العنوان يلا. العنوان برايمر يعني ايديو باسك، فكل ده نظريات. يعني ليه فاريكوسيل؟ نظريات. ليه شمال اكتر من يمين؟ نظريات. فاهمين؟ ليه شمال اكتر من يمين؟ عشان بيفتح في الليفت رينال فين برايت انجل، عشان طول الليفت تستكر فين اطول من طول الرايت تستكر فين، عشان هنا في بيرف جولون هنا سيكم، عشان الابنفر اللي بينقط. اي نظريات. السؤال الجاي طب العيان اللي عنده فاريكوسيل ده بيشتكي من ايه؟ راح عايز امره انه ما بيشكيش من حاجه، مش عارف اصلا ان هو اغلب قاعدين هو قاعدين معانا مش حد شايفين الشويه دول؟ فيهم على الاقل اثنين، فيهم اثنين عندهم فاريكوسيل. مين يالا اللي عنده فاريكوسيل؟ ما اعرفوش. اوعى تفتكر ان هم مخبيين علينا. لا هم ما اعرفوش. زي الانتيريو فيرجن في البدايه. وهيتجوزوا ويخلفوا؟ ان شاء الله. مفيش مشكله خالص. هم اللي هيعرفوا امتى؟ لما يخشوا الجيش او الشرطه. ليه؟ بيكشفوا عليهم يلاقي عنده فاريكوسيل. فقال له انا ايه لو هو داخل الجيش ايه عايز ابقى ظابط. يقول له روح اعمل فاريكوسيل وبعدين تعالى. انما لو هياخدوه الجيش اللي هو كده لو الجيش اللي يعني لا بياخدوه. تعرفين في الجيش ما بيطلعوش حد. لو رجله مقطوعه بياخدوه. تقول له انت تخين؟ يقول له انا تخين قوي. يقول له سلاح مكاتب. تقعد على المكتب يشوف العيانين. يقول له انا ما بشوفش. انا ماينس 6. يقول له حتى في القصف العشوائي يضرب بالبلطجه يسيب ما بيسيبش هو عايز حد يحطه على الجبهه مع العساكر. صح يا مصر فاهمني؟ سيب ما بيسيبش. انما لو انت رايح بقى تبقى دكتور هيقعد بقى يكشف عليك. قول له ده عنده فاريكوسيل، روح اعمل فاريكوسيل وتعالى. ليه بقى؟ يقول لك عشان هو بيقف طوابير كتير. تعرفين بتوع الجيش دول ساعات يقف كده طابور. يقول له انت تقعد على الضريح جنب الضريح تشريفا، تقعد جنب الضريح جنب واحد ميت، تمسك البندقيه كده وتقف كده اوعى تتحرك. ليه؟ هو النظام كده عندنا. يعني يفضل واقف كده 6 ساعات هيجيله ثرومبوفليبايتس، هيجيله ثرومبوفليبايتس في التست. فاقول لك بقى بدل ما كل شويه يجيله ثرومبوفليبايتس واديله اجازه، لا يروح يعمل الفاريكوسيل وبعدين يجي. فاهمين انا؟
واضحة؟ فاللي عنده فيهم فاريكوسيل مش هيعرف وهيتجوز ويخلف ويموت من غير ما يعرف، الا لو راح الشرطة الجيش يقولك فشل في الكشف الطبي يعني فيلير اوف ميديكال كوميشن. فاهمين يا رد؟ السؤال الجاي لو معكوش هيعدي. طيب امال لو ايه كمان؟ لو خلفته اتاخرت، لو خلفته اتاخرت بنعمل له سيمين اناليسيز نعرف ان عنده صف فيرتيليتي نقوم نعالجه. بصراحه ربنا الفاريكوسيل اسيمتوماتيك انليس كومبليكيتد. الفاريكوسيل يا اولاد اسيمتوماتيك انليس كومبليكيتد. شوف بقى اللي جاي سهل يخرب بيت كده بقى. طب وانت بتكشف على عين الفاريكوسيل بتعرفه ازاي؟ عنده فيسروتوزيس واراكينويد فينجر مرفان جنراليز هزنكايمال ويكنز. يعني مثلا لو انا ايه بصيت بصة كده فحصة على الشباب وقلت لي توقع انقي مين الاطول هتلاقي كل واحد بدا ايه ينزل في الكرسي الاطول بس لا واللي بيلعب رياضه ليه العاب قوه بص هات بص او عليك السيده او عليك عشان كده بتوع العاب القوه ورفع الاثقال يلبسوهم حاجه اسمها سكروتال سبورت كيس رفع للخصيه قبل ما يبدا يلعب الرياضه. عشان كده يا اولاد ايه الفاريكوسيل قليله قوي في ميل قصير راجل قصير وفلوبي. الفاريكوسيل قليله قوي في راجل ايه قصير ومبصبص يعني فاهمني. انما الراجل الطويل لا وارد. عشان كده بقول لك ما تتخطش من البظابيص دي فاريكوسيل. البظابيص دي كلها فاريكوسيل كله في الكتاب كله في الكتاب. فاهمين هذا؟ لا. طيب يعني منظر العيان ان جنرال يعني ممكن يبقى سجستيف. طب لوكالي بصوا بقى اولاد نفتكر الحالات كده مع بعض. حالات الانجوانوسكروتال اول حاجه بنعملها ايه؟ نوقف نسلم على يمين ونوقف على يمين هنوقف العيان بعدين سلم عليه عشان اقف على يمين. وتاني حاجه سبوجر من فين لفين؟ من اباب الامبليكس لغايه من المنصار من النبل للمنصار. وبعدين هبص فروم تو ديفرنت واقول له ايه؟ كح على الشمال. انا هز راسي هو ايه؟ يكح كح على الشمال. بقول له انا هز راسي هو ايه؟ يقول لك يسالني. يعني تلاقي العام بيسالك بتهز راسك ايه؟ يا ده احنا بقالنا كتير ما خدناش كلينيك بتاع شهر كده. يعني اول حاجه سلمنا على عين عشان ايه؟ نقف على يمينه. تاني حاجه ايه؟ اكسبوجر. تالت حاجه ببص فروم تو ديفرنت بلينز اقول العين ايه؟ راح الشمال. قال لي شفت ايه بالانسبكشن؟ بقول له الليفت تيستس هانجز لوور ذان الرايت تيستس. ما هو التيستس اولاد كل ما تبقى الدنيا حر تعمل ايه؟ تنزل. بص هو اولاد التيستس حافظه مش فاهمه. هي التيستس نزلت من بطن السكروتم ليه؟ عشان الحر. الجو حر فهي قاعده في البطن كده. اوعى يا عشان عايزين نروح للسكروتم. التيستس قاعده في البطن كده يا اولاد قالت اوف اوف الدنيا حر والتكييفات مش متظبطه. واخده بعضها وايه؟ نازله للسكروتم. تعرفين بعد ما نزلت للسكروتم العين عنده فاريكوسيل. ده الجو حر برضه. فالتكييفات بايظه. قالت ايه ده؟ وانا ما نزلتش للسكروتم؟ ما هي لسه في البطن ولا ايه؟ راحت واخده بعضها وايه؟ ونازله ثانيه. التيستس كده عبيطه كل ما تلاقي الدنيا حر ايه؟ تنزل. الى ما لا نهايه؟ لا يعني هنجيبها مع بعض. امال ايه اللي هينحى في الاخر؟ يعني فاهم متعلقه على الكور. عشان كده يا عيال اولاد يحس بهيفنس جامد تقل تقل. عارفين الكونجستيف ديسمينوريا عند الفيميل هي دي الفاريكوسيل عند الميل. تعرفين الولد تعرفين الولد اللي قاعد في حديقه محمد علي قاعد مع البنت مثلا من 7 الصبح او 8 الصبح بعد ما زوغوا
لغاية 12 الظهر. 12 الظهر تقلي جامد في الخصية وفي ظهره. بقولك يا نهار اسود. فقال لها على فكرة أنا نسيت حاجة لازم أروح أجيبها. وقام واخد بعضه إيه؟ ماشي. وماشي. ويمشي يقول لك يا نهار اسود أنا فيها حاجة. أنا مش قشطة. أنا تعبان. أنا الخصية بتوجعني وأنا مش هخلف ولا إيه؟ ويروح البيت مضايق جدا، يروح ينام. يصحى كويس ليه؟ حصل ريليف للكونجشن. فاهمين فكرة القلة؟ الدلق. فالكونجشن قل، يصحى الصبح كويس. قال لك الحمد لله الحمد لله أنا كويس. هي كبوة، لكل جواد كبوة يعني. فياخد البيت تاني يوم، تاني يوم ويروح حديقة محمد علي تاني. يقول لك البنت دي توكسيك. بقوله اقعد معاها كل ده حتى لو غير البيت. نفس ال نفس الفكره. فاهمين هذا؟ لا. طب هو هيفضل طول عمره كده ولا اه؟ لا. امال ايه؟ ده غير الجواز. هو المشكله ان ده بيلفيك كونجيشن 6 7 ساعات ورا بعض. ده المدرسه فيها بريك، المدرسه فيها بريك. ده بيلفيك كونجيشن 6 7 ساعات مع بعض فبيوجعوا. انما لما بيتجوز اهر بيلفيك كونجيشن بيبقى ريليفد بالايجاكيليشن. فاهمين ولا لا؟ لكن كونتينوس بيلفيك كونجيشن كده ما هيتوجع. عشان كده ما بنقلقش العيان. يقول لك يا دكتور انا بتوجع مع البيت. بتوجع. تقول له عارف يا حبيبي انت بتتوجع. يقول لك يعني عادي؟ تقول له يا راجل ايه عادي؟ انا كمان كنت بتوجع. يقول لك يعني ده عادي؟ تقول له ايوه يا حبيبي عادي جدا. انت برنس. ما فيش حاجه يعني يا دكتور ما عملتش عد مني. ما تسمع كلام يلا. ما فيش عد مني ولا حاجه. فاهمين يا راجل؟ ما فيش مشكله خالص عنده. هو ده اللي مش طبيعي يعني. اللي بيحصل ده اللي مش طبيعي. لكن في طبيعته ما يتجوز ولا وجع ولا اي حاجه خالص. عادي جدا. امور عاديه. ولو بصيت على العيان اللي عنده فريق سيل تلاقي ليفت تيستس. بص يا ولاد المفروض الليفت اوطى من رايت كده. هتلاقي اوطى بكتير. ده هتلاقيها كده. والفينز دايليتد وتورشس على السكين بتاع السكروت. فاهمين يا ولاد؟ يعني بالانسبكشن بلاقي الليفت تيستس اوطى من الرايت تيستس. وفي دايليتد فينز على السكروت. ولما احط ايدي على الكور على التستس كده ولاد الاقي سنس اوف باج فورم اللي هو احساس شلطه الدود بتاعت ايه؟ الصياد. هو الصياد لما بيصطاد بيروح الاول على الترعه وبعدين يحفر ويطلع الدود يحطه في كيس وبعدين ياخد الدود يحطه في الصناره ويصطاد على الشط. فانت لما تمسك شنطه الصياد كده تلاقيها مليانه دود. ايد على السكروتم وايد على الدود وايد على شنطة الصياد. قالوا ايه ده يا ربي؟ احساس شنطة الدود بتاعت الصياد. احيانا انت في اللجنة تلاقي حد هجم عليك. انت اصطدت قبل كده؟ تقول له لا. يقول لك تعرف السنس باك فورمز؟ تقول له لا. يقول لك ما بتقول لي كده ليه؟ تقول له ما كل التشبيهات انا مش عارفها اصلا يا باشا. مش معنى دي يعني. يقول لك اسباكيتي لايك. قالوا انت ماسك الاورده كده؟ كأنك حاطط ايدك في طبق المكرونة الاسباجيتي. في اساتذة دود واساتذة ايه؟ مين الاكتر دود؟ فانت لدع واحد دود كاش منك اديله واحد اسباجيتي. فاهمين دماغاتهم؟ يعني انت تشوفه عايز ايه وريحه. ريح الزبون. فاهمين يا ولاد؟ طب افرض انت حطيت ايدك كده. افرض انت حطيت ايدك كده لقيت سنس باج فورمز هتعمل ايه؟ خليه كح. تحس سريل تربلنت فلو. ليه؟ عشان السكه بيتن كان الدم بيتحرك من تحت لفوق وبعدين لما كح مفيش فالفز فراح الدم نازل من فوق لتحت. دم طالع ودم نازل خبطوا ببعض راح عاملين تربلنس. هو ده السريل. هو يعني ايه السريل يا ولاد؟ تعريف السريل ايه؟ تربلنس في النورمال فلو تربلنت بلاد فلو. او ممكن نقولها بطريقه ثانيه ديستربنس في الستريم لاين فلو. اسامه طلع تعريف جديد النهارده قال ديستربنس في النورمال فلو.
وده تعريف انا ما قريتوش. هو انا مش عارفه يعني المشكله مش غلط وصح. انا ما بحبش حد يقول الايه مش موجوده في التكست. تتكلم زي الكتب. اشمعنى؟ اصلا مش لغتنا اولاد فاهمين، فاحنا ما بنحساش، ممكن نخرف من غير ما نعرف. يعني انت متخيل مثلا وانت بتقول مثلا مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر اطلاق سيل من علي يا علي يا علي يا علي. لا لغتنا اولاد لغتنا. فانت قاعد حاسس بالحاجه وحاسس بالحصان وحاسس بالحصان بتاع امرئ قيس وصدره العريض. ده صدره العريض اللي عامل زي الصخره يقول لك مكرن مفرن رايح جاي كده كجلمود صخر، يعني حاجه جامده حطها السيل من علي وهو بينط الحصان كده حطها السيل من علي. واحد ايوه مكرن يا علي يا علي. لا فاهمها لا فاهمها لا فاهمها. شوف انت بقى الواد جون وبيقول لك مكرم 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 ولا فاهم حاجه زي الحلو. اعكسها وانت تفهم انت ايه فاهمين. لو عكستها تفهم انت ايه بالظبط. يعني ايه السرير الاولاد؟ يعني تربلنت بلاد فلو او ديستربنس في النورمال ستريم لاين فلو. انا بحب انه تعريف تربلنت بلاد فلو اقصر. ليه اقصر؟ عشان لو قلت له ديستربنس في الستريم لاين فلو هيقول لك يعني ستريم لاين فلو اللي هو فبلاش احسن لينير فلو فاهمين ولا طب ولاد العيان اللي عنده فاريكوسيل ده عنده مش عايز يقول لك يعني ايه سريل تقول له يعني بلبب المرمر. يقول لك يعني ايه مرمر تقول له اودبل سريل. احنا مش هنقعد نلعب لعبه القط والفار مع بعض. سريل يعني تربلنت بلاد فلو فاهمين. بص يا ولاد انا حطيت ايدي لقيت سنس اوف باج فورمز. قلت له كح حسيت سريل. انتوا عارفين لو نايمت العين ورفعت السكروتم الاورده تفضي لان السكه بيتن. الاورده تفضي لان السكه ايه بيتن. فاهمين هذا؟ لا بصراحه الموضوع سهل قوي بتاع الفاريكوسيل ده جميل. يعني بتسلم على العين عشان ايه؟ تاني حاجة ايه؟ اكسبوجر من النبل للميد سايد. وبعدين ابص فروم تو ديفرنت بلينز وانا هز راسي وهو يكح تمام. وبعدين قال لي شفت ايه بالانسبكشن؟ بقول له الليفت تيستس هانجز لور ذان الرايت تيستس وفي دايليتد تورشس فينز على الجلد بتاع السكروتر. وبعدين قام رايح عامل حركة بظهر الايد فور وورمز بطن الايد فور وبعدين الايد كلها سكروتر نيك تيست. فحس سنس اوف باج اوف ورمز. اقول له كح احس سريل. انايم العين وارفع السكروتم الاورده تفضي تبقى برايمر. عشان كده يا اولاد حاله الفاريكوسيل ده حد يفتكر الكلينيكال ثلاث اختبارات يميزوها سكروتال نيك تيست كاف تيست سكروتال اليفيشن تيست. سكروتال نيك تيست كاف تيست سكروتال اليفيشن تيست. بعد كده بنفتح بنفحص بقى التستس والابيديديمس والكورد والسكروتم بنشيك على المنطقة. يعني تعرفين وانا بفحص التستس كده ممكن الاقي حاجة اسمها سوفت هيدروسيل. ساعات الفاريكوسيل يرشح ساعات الفاريكوسيل يرشح ويعمل سوفت هيدروسيل. بنعرفها بحاجة اسمها بينشنج تيست. يا عروسة يا عروسة اعتقيها دماغها ودانها بقى فيها هيماتومة. سيبها تسمع لها كده خصوصا ان انت بقى ايه حتى مش بصه في ودنها بصه لنا فظيعه وهي بتتكلم بصه لها كده ودنها ورمت. بصه لها لما بنيجي نفحص التستس لما بنيجي نفحص التست بلاقي سوفت هيدروسيل. بص يا ولاد بالسوفت هيدروسيل دي ركزوا معايا بنعمل حاجه اسمها بينشنج تيست. بص يا ولاد وانا لو لقيت السكروتم فشدتها بايدي كده يطلع في ايدي ايه؟ سكروتم. واحد لقى السكروتم مسك السكروتم وشدها يطلع في ايده ايه؟ سكروتم. طب لو في ميه جوه امسك لو في ميه جوه الميه هتزق الفانيلا فلو مسكتها تطلع معايا القميص وايه والفانيلا فاهمين. انا لو واحد نورمال جيت اشد يطلع في ايدي السكروتم. لو واحد عنده سوفت هيدروسيل وجيت اشد يطلع السكروتم والتيونيكي
فاهمين يا ولاد؟ لان الميه زقت ايه؟ التيونيكا، فيطلع في ايدي الاسكروتم والتيونيكا. يا دكتور طب انا هعرف ازاي دي الاسكروتم ولا الاسكروتم والتيونيكا؟ هوريكوا دلوقتي. الشعر ده انسان صح؟ آه. امسك كده شعر ده ايه؟ سكروتم. ايه ده؟ القميص يلا. امسك كده ساقط يا شعر زي ايه؟ القميص الفانيلا. مين اللي عارف؟ الشعر اللي هو الانسان. الانسان بيعرف ده طبقه واحده ولا طبقتين؟ يعني انت هتعرفها؟ ايوه تعرف. مش انت انسان؟ انسان بيحس، فانت هتعرف دي طبقه واحده ولا طبقتين. دي حاجه اسمها بينشنج تيست. في واد من المنوفيه، ده احلى موقف انا شفته. انا ما اعرفش الطلبه ساعات بتبقى شاربه حاجه، سمعني وانا بشرح، دخل اللجنه قال له لو في سوفت هيدروسيل تعرفه ازاي؟ قال له بنشنج تيست. قال له ايوه تعرف ازاي البنشنج تيست؟ قال له انا الانسان. الله يعني مش بيقول له انا بحس طبقتين. لا هو افتكر انا الانسان. قال له تعرف ازاي البنش ده؟ قال له انا الانسان. الراجل قاعد يفكر شويه كده ما فهمش فيه ايه، فسابه. قال له اطلع بره يا حيوان. كمينا راجل يعني ازاي ده دخل كليه الطب؟ ازاي ولا بتخش كليه الطب؟ يعني النورمال يا اولاد، النورمال ان انا احس طبقه واحده الاسكروتم، الابنورمال ان انا احس الاسكروتم وايه؟ والتيونيكا. فاهمين يا اولاد البنشنج تيست؟ السؤال الجاي، طب لو حد عنده فاريكوسيل خايف عليه من ايه؟ سفرتيليتي. سفرتيليتي لو واحد عنده فاريكوسيل بخاف عليه من ايه؟ من سفرتيليتي. وايه تاني؟ ثرومبوفلبايتس. يعني خايف عليه من سفرتيليتي. صحيت ولا ايه؟ عايز ايه؟ عايز عشان ياخد غيابه؟ غيابه تاخد غيابه؟ طب خده يا حبيبي. صحيته من النوم ليه؟ صحاه من النوم. معلش قلق بتاع الصبح. روح ده شايفينه الراوند تاني. امبارح وانا في الراوند لقيت العيال بيقولوا يا دكتور اعمل لنا موك اكزام. ايه؟ اعمل لهم اكزام امتحان يعني، امتحان مفاجئ. وبعدين قلت لهم ليه اعمل لكم امتحان مفاجئ؟ قالوا عشان ما نجيش في رمضان، عشان نمر الامتحانات المفاجئه تخلص، احنا بنعمل لهمش غياب وبتاع، بنعمل لهم امتحان مفاجئ. رمضان فجاه كده نطلع ورق اسم رمضان، طلع ورق واعمل لهم اي سؤال وسخ كده وخلاص. اهم حاجه الورقه يبقى مكتوب عليها اسمه يعني. رمضان. وبعدين قالوا اعمل لنا امتحان مفاجئ. قلت له طب يبقى مفاجئ ازاي يا حبيبي؟ الدوار قالوا لي اعمل لنا امتحان مفاجئ قبل ما رمضان يجي. قلت لهم طب يا حبيبي يلا كل واحد طلع ورقه وقال اكتبوا ايه بقى؟ اكتب ايه السيرفيس اناتومي وسؤال ام اس كيو. ايه السيرفيس اناتومي بتاع الانترنال رينج؟ هاف ان انش اباف ذا ميد بوينت اوف انجوانا ليجامنت. هاف ان انش اباف ذا ميد انجوانا بوينت. 4 سم بلو اند لاترال ذا بيوبيك تيوبركل. هاف انش اباف انجوانا ليجامنت اباف الكلافيت. بعدين قلت لهم على فكره الاجابه ايه؟ ماشي. فاختاروا ايه؟ خلاص. بعدين لقيتوا ادوني ورق كتير قوي كده. العيال عملتهم مش كده. كل واحد عمل امتحان ورقه لصاحبه. يعني كل واحد عمل ورقه لصاحبه تاني. يالا الورق ده كتير قوي. قالوا له خد ده بس في البركه دكتور. يعني خد الورقه اسمه ما تعدش يا كده حلوه قوي ان شاء الله تمشي معاك. ومشيت يعني؟ مشيت يعني خلاص. كلها تمثيليه. المهم اللي عايز يروح على نادي الراوند يروح يلا. يا عروسة روحي على الماوند يا عبد يلا. انت قاعد تتكلم معاهم في ايه؟ روح يلا.
يا أميرة. امشي يا ابني عبد الرحمن، امشي يلا. دلوقتي لو حد عنده يا دكتور أساس حسن لو واحد عنده انا عايز اتفرج على زميلك وخارج مجدي. بص على مجدي مجدي وبعدين وقف وبعدين رجع، والله العظيم ما ما عملش حاجه، وقف وبعدين راح تاني. ده كل ده عشان يطلع من القاعه، تخيل ده هيذاكر امتى وينجح ازاي. تجري يا مجدي، حاجه غريبه جدا، ده مش عارف يطلع من القاعه، ده بياخد قرارات في حياته ازاي، ده الله اعلم. المهم يعني بص يا لالا، لو حد عنده فاريكوسين بنخاف عليه من ايه؟ صفر تلت او ثرومبوفليبايتس عشان اوردها دايليتد وتورش، او سوفت هيدروسين. اشمعنى؟ عشان انا قلتهم كلهم، يعني انا شرحت الصفر تلت وشرحت ان بيجيله ثرومبوفليبايتس وشرحت سوفت هيدروسين. لا مش بخاف، هي سيكولي توابع يعني. يعني ممكن مثلا سايكولوجيكال، تعرفين العيان ساعات يبقى فرستريتد جدا، شاب عنده فاريكوسيل ما يعرفش، غير شاب عنده فاريكوسيل ويعرف، اللي عنده فاريكوسيل وعارف كل يوم بيفحص الفاريكوسيل بتاعه ويقعد يقول لك كبر 2 مللي. تعرفين لو لقيت العيان عصبي كده ولاد اعملوا عمليه، العصبيه دي انديكيشن فور سيرجري عشان ينام، هو ينام ومصر تنام، خلينا نخلص. هقعد يكلمك كل يوم في التليفون، اعمل له الفاريكوسيل واخلص. ساعات بيعمل عصبيه العيان نيروزس او سوفت هيدروسيل او ثرومبوفليبايتس، او ساعات رير قوي يا ولاد تستكا قطف، رير قوي تستكا قطف، رير جدا. السؤال الجاي، طب هو العم اللي عنده فاريكوسيل ده نعمل له انفستيجيشن ايه؟ دوبلر. يلا يا ولاد انا احط البروب على الفاريكوسيل، حط البروب على الفاريكوسيل. يلا سمعونا صوت. اشمعنى؟ عشان ده فين؟ امال الارتر ازاي؟ لا في ثلاث حاجات. در لاب در لاب در لاب در لاب، الارتر تراي فيزيك. لكن الفين كده. قول له خد نفس. يحصل له اوجمنتيشن. قول له احزق احزق كانك في دورة الميه، ده يسموها ايه؟ بلزل. تلاقي الصوت قل. قل ليه؟ الفينا سيرتيرن قل. تعال نشوف كده الويفز اللي بتترسم. قول له خد نفس، قول له احزق كانك في دورة الميه، الصوت يوقف. فاهمين؟ شوف واحد عنده فاريكوسيل كده، ده نورمال. ها شوف واحد عنده فاريكوسيل، خد نفس، احزق، يقلب ريفرس بلاد فلو، الفالفز بايظه، ريفرس بلاد فلو. ده فاريكوسيل وده فاريكوس فين، يعني هو ده الفاريكوسيل هو ده الفاريكوس فين،
مين احلى الدوبلر ولا الدوبلت؟ ليه الدوبلت ساحة؟ صوت وصورة. ممكن نعمل سيمين اناليسس عشان صفر تلتي. انا معرفش انتو مستوقع عامل ازاي. انت خدت جلدية واندرو؟ المفروض امتحناه. اوه نسأل زميلكو دلوقتي هو الايجاكيليشن بيبقى كام ميل؟ من 3 ل 5 ميل. من 3 ل 5 ميل. الام ميل فيه كام سبيرم؟ مش 20 مليون في الدول ملي. ايه؟ 20 مليون في الدول ملي. من 100 مليون ل 60 مليون في الام ال. لو اقل من 20 مليون بنقول اوليجو سبيرم. يعني النورمال من 100 مليون ل 50 مليون. افرض لقيت ان هو اقل من 20 مليون بنبدا نقول بقى ده اوليجو سبيرم. طب هو السبيرمز السبيرمز المفروض انها بتعوم ازاي؟ لقدام فورورد مومنت. فورورد ايه؟ شارك ولا دولفين؟ شارك. طب ايه الكرايتيريا بتاع السبيرم التعبان؟ ان هو ممكن يبقى اللي هو المتدرج روتاتوري مومنت. تخلص عشان ما نعفنش. قول روتاتوري. قول روتاتوري مومنت. تمام. ويتحرك لقدام ولا لورا؟ ده هيبقى يتحرك لورا. باكورد. وايه تاني؟ اعمل كده. ده بيبقى ايه؟ اثينو سبيرمي. تراتوس سبيرمي. اثينو يعني مش عارف يعوم. اثينو سبيرمي ده اللي هو الطالب اللي بينجح في الدور الثاني. بطيء بيذاكر بس بياح. فاهمني؟ هو ده الاثينو سبيرمي. ده تراتوس سبيرمي. قول لهم بقى هتلاقي اوليجو. اوليجو قليل في العدد اقل من 20 مليون. اوليجو زيسبرميا. تراتوسبيرميا. اسينوزوسبيرميا. فاهمين هذا؟ لا. تعرفين السيمين انس ده بيتسمع في اللجنه. دي حاجه بيقولوا عليها ستريس باتر. حاجه بيقولوا عليها ستريس باتر. نقعد يا ابني. اللي هو الحاجات دي اسمها ستريس باتر. ان السبرم اندر ستريس. ازاي اولاد بيعالجوا برايمري فاريكوسيل؟ كونزرفاتيف. يعني لو لقيت حد في زمايلكو عنده برايمري فاريكوسيل حامل ايه؟ طمنه. هطمنه. اقول له ايه؟ كان عندي فاريكوسيل. اقول له كل اصحابك يا حبيبي عندهم فاريكوسيل. لا وكانوا عندي في العياده قبل ما انت تمشي. بس هما مش هيقولوا لك. ليه؟ خايفين من الاحراج. يعني انت مش هتقول لهم. فهما كمان مش هيقولوا لك. بس هما كانوا عندي. يعني يا دكتور ما جراش حاجه لا خالص. السؤال الجاي. طيب يا دكتور الوجع اللي بيجي لي يعني ما تقعدش في الحديقة الدولية من 7 صبح لـ3 الظهر. احضر حصة حصتين كفاية. مش شرط يوم دراسي كامل يعني. وبعدين يا حبيبي كل ما تقعد مع البيت حصة كده تروح تشطف نفسك بمية ساعة كنوع من التبريد للفصل. هو الرادياتير بتاع العربية ما بيبوظ مش بيضربوه خرطوم مية؟ خرطوم مية كده لتبريد رادياتير العربية. وامساك عالج له الامساك. فاهمين ولا لا؟ لو بيلعب رياضه يلبس كيس رفع للخصيه سكروتال سبورت. طيب يجيب السكروتال سبورت منين؟ ما انا عارف انه هيشتريه. هو دلوقتي معاه فلوس يروح يشتريه منين؟ من محل الادوات الرياضيه. ماشي. في بيتباع في الصيدليه؟ في انواع مصري في الصيدليه كده كاستور وعليها ورد. ده بوكسر ملوش دعوه. ده ما بيعملش حاجه. انواع رديئه ما بتعملش حاجه. اشتري الانواع اللي هي في محلات الادوات الرياضيه بتبقى نظيفه الماني ونظيفه. هي دي اسكروتال سبورت. السؤال الجاي. طيب امال هعمل له عمليه امتى؟ لما يبقى في يعني لو عصبي افرض كل يوم يكلمك في التليفون يقول لك يا دكتور الفاريكوسيل كبر اعمل له عمليه اخلص. او حاجه تانية فشل في الكشف الطبي بتاع الجيش او الشرطه. او حاجه ثالثه جاله صف فيرتيليتي خلفته اتاخرت فبنعمل له عمليه. فاهمين يا اولاد الفكره؟ يعني الفاريكوسيل دي علاجها برايمري فاريكوسيل دي علاجها كونزرفاتيف. اصلا كونزرفاتيف انليس كومبليكيتد. العلاج عمليه اف كومبليكيتد. لكن البرايمري فاريكوسيل علاجه كونزرفاتيف. البرايمري فاريكوسيل علاجه كونزرفاتيف. السؤال الجاي.
بيعملوا عملية ايه؟ يعني بص يا ولاد، اكتر عملية الجراحين بيعملوها بتوع الجنرال سيرجن، بيعملوا عملية اسمها بالومو اوبريشن. بالومو ده راجل اسرائيلي هتركزوا معايا شويه بقى في العمليات. الاندرولوجي مش بيشتغل حاجه، كله بيشتغل. الاندرولوجي بيشتغل، بتوع المسالك بيشتغل، بتوع النساء ممكن تلاقي واحد راجل بيعمل له عمليات كلام. فين البومبيني فورم بلكسس؟ حوالي 20 وريد. وبعدين بيتجمعوا بعد كده بيبقوا حوالي 4 اوريد في الانجوينا الكنال. وبعدين بعد الانجوينا الكنال يبقوا تستكرر ليه؟ الشمال بيروح ليفت رينال فين، واليمين بيروح لينفيرو فيناكيرو زي ما انتوا عارفين. وصلت؟ انا هحسب هنا ستروك. اوكي؟ وحرسم هنا كنال. يمين دي بعد كده بطن بقى الريترو بروتينيال سبيس او الاكسترا بروتينيال سبيس. خلي بالكم ان الاورده والحاجات دي كلها بره البريتون، جهاز جوه البريتون. بصوا انا هفتح فوق الانترنال رينج هنا، يعني عن كده. ودي الامبلايكا صح؟ دي الانترنال رينج. انا عرفتها ازاي؟ سيف سنت بلو ايه؟ ان انش اباف ميد بوينت اوف انجوينا ليجامنت. بوينت اوف انجوينا ليجامنت، هيقول لك كلام شبه بعضه. تختار الكلام اللي هاف ان انش اباف ذا ميد بوينت اوف انجوينا ليجامنت. هقوم ايه حاطط علامه كده بالماركر وطالع تحتيها ب 2 3 سم وافتح. افتح ايه بقى؟ سكين كامبر سكاربا اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرسس ابدومينس فاشيا ترانسفيرسال. بس مش هفتح البريتور ليه؟ برافو عليكم، فاهمين الطبقات؟ سكين كامبر سكاربا اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانسفيرس ابدومينس فاشيا ترانسفيرسال. في ناس فيكم حضرت الانتيرا ابدومينال وول يوم الحياه يوم ايه؟ يوم الحد مش كده؟ متهيألي انتوا خدتوا الكلام كله فانتوا فاهميني كويس. فاحنا ايه؟ هنفتح الانتيرا ضمن الاول لغايه ما اوصل للوريد. اول ما اوصل للتستيكلر فين اربطه واقصه واشيل منه سجن. ليه اربطه واقصه؟ بايظ. المفروض التستس اللي تروح الكدني. دلوقتي الدم اللي في الكدني بيصب على التستس. التستس تودي على الكدني ماشي، لكن الكدني ترمي على التستس لا، ده كونجيشن. والمثل بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح انت سده تستريح، وانت سيبه يجيب ريح. امال الدم اللي في الخصه يروح فين يا دكتور؟ يا راجل في فينو في زفاز وفينو في جبرناكلم، وكريماسترك فين؟ في اورده كتير. مش هو ده اللي بايظ؟ سد وقوم ايه؟ نستريح. فاهمين يا رد؟ خلي بالكم بنربطه ونشيل منه سيجمنت عشان ما يحصلش كابيلاريز بينه. فبنربطه ونشيل منه، يعني تحت شعار شيل ده من ده يرتاح ده عنده عشان ما يحصلش بينهم كابيلاريز. يعني بصراحه العلاج مثالين. الباب اللي يجي لك منه ريح انت سده السريع، وشيل ده من ده يفتح ده عنده. بس هو ده المفضل تري. السؤال الجاي حلوه بالهم. يعني اكتر عيب ليها، اكتر عيب ليها ريكارنس، ان الفاريكوسيل بيرجع ساعات. بيرجع ليه الفاريكوسيل؟ بيرجع ليه؟ بيرجع عشان خاطر الكابيلاريز دي، بيرجع عشان خاطر انا مش شايف الكريماستر فين. اللي انا شايفه هنا التستيكلر بس. فلو العيب في الكريماستر فين هيرجع الفاريكوسيل، لان انت ما ربطتش الفين البايظ، انت ربطت الفين السليم.
فاهمين يا ولاد؟ طب هيرجع تاني ليه؟ عشان الجراح غلط، ربط التستيكه الارض وساب الفين. فالعيان شوف بدا يقولك للدرجه دي، قال هو بيعرف